عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول من التعليم التجاري والفندقي، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات مراجعة اللغة الإنجليزية للصف الدراسي الأول 2021-2022. إن شاء الله هنتعامل إن شاء الله مع امتحان كامل، وقد يكون أكتر من امتحان إن شاء الله موجود معنا، بنفس خصائص ومواصفات الورقة الامتحانية اللي حضرتك هتدخل عليها، وهي نفس بالظبط التيسس او الاختبارات اللي كنا بنعملها على الوحدات السابقه اثناء الشرح طوال الدراسه وطوال الشرح الماضي. ان شاء الله احنا النهارده هنتعامل مع الورقه الامتحانيه بتاعتنا. هنتعرف على السؤال الاول. الورقه الامتحانيه بتاعتنا مكونه من 7 اسئله. اول سؤال اختياري من 10 جمل، كل جمله عليها 4 اختيارات زي ما احنا عارفين. السؤال الثاني محادثة ما بين شخصين، في 3 فراغات فيها، بتملأ الفراغات الموجودة إما بسؤال بتكملة سؤال أو إنك أنت بتجاوب على سؤال موجود. بعد كده في عندنا قطعة comprehension reading عليها 6 أسئلة، 2 questions with question marks، and في سؤالين بعلامات استفهام، وفي 4 questions choice، وفي 4 اختيارات، 4 أسئلة بتختار حضرتك من جملة كلمة مكتوب 4 كلمات، فبتختار كلمة من الأربعة على كل سؤال. بعد كده في سؤال ترمينولوجي خاص بالفوكاب بالكلمات ومعانيها. عندنا هنا بناخد 6 جمل وفي متواجد 7 كلمات بنظام فيل إن، هتملأ الفراغ الموجود بكلمة من الكلمات الموجودة السبعة اللي فوق، وفي عندنا كلمة زيادة. بعد كده في باراجراف، الباراجراف بيجينا موضوعين، بنختار موضوع من الاثنين بنكتب منهم. مواضيع الباراجراف دي بتكون من كتاب المدرسة أو متعلقة بكتاب المدرسة، يعني في مواضيع مباشرة وفي مواضيع متعلقة بشيء أو موضوع داخل كتاب المدرسة، فمش مشكلة فيها. وهنتدرب على كل حاجة إن شاء الله دلوقتي. بعد كده في السؤال السادس بيكون رايتنج، بتكتب إما ليتر أو ميمو أو فيل إن فورم على حسب ما بيجي لنا أو فاكس. طبعا الفاكس كنا درسناه قبل كده في الوحدة الرابعة، واتدربنا برضه على الميمو وعلى الفورم وعلى الليتر فيما قبل. آخر حاجة عندنا السؤال السابع translation، ترجمة. الترجمة بتاعتنا هيكون 3 جمل إنجليزية من الإنجليزية إلى العربية، وفي جملتين عربي هنترجم واحدة منهم فقط لا غير. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف شكل الشغل اللي هيبقى معانا إن شاء الله النهاردة. بسم الله. مراجعة بتاعتنا revision on the first term. بسم الله. أول حاجة عندنا model exam for the first year. أول model exam عندنا vocabulary and structures، يعني كلمات وقواعد أو grammar. فبنشوف هنا choose the correct answer from A, B, C or D. نشوف كده أول جملة معنا 2 times 8 equals، عندنا 2 times 8 equals، يعني times هنا مش مرات، لا times هنا معناها علامة الضرب. يبقى 2 times 8 equals، يبقى 2 ضرب 8 equals what؟ 16 equals 16. يبقى 2 times 8 equals 16. هي عملية محتاجة حسابها يا مستر؟ طبعا احنا خدنا الاد وخدنا البلس وخدنا الإضافة وخدنا الماينس وخدنا divide by وخدنا عندنا times موجود علامات كلمات الضرب وخدنا الأرقام كلها من 1 لما تشاء، تمام؟ فاحنا اشتغلنا الكلام ده كله في بداية المنهج بتاعنا. He is from Australia. He is from Australia. So he speaks. طبعا واحد يقول لي he is from Australia، واحد من أستراليا. So he speaks Australian. طب نشوف الإجابة بتاعتنا. No, he speaks English. Australian isn't a language. Australian ليست لغة، إنما language بتاعتي هنا English. طب أعرف الكلام منين يا مستر؟ موجود في نهاية الكتاب بتاعنا، موجود في ال country الدولة، capital العاصمة، الكرنسي العملة، اللانجوج اللغة، والناشوناليتي الجنسية بتاعتها، كل ده موجود في آخر الكتاب بتاعنا. يبقى he is from Australia so he speaks English. Are stars in the sky. تمام. عندنا هنا بيقول إيه؟ these, those, this, that. أدوات الإشارة بتاعتنا هنا بتاعتنا these for plural but near close to me، جمع قريب مني. those جمع but far بعيد عني. This for singular مفرد قريب. That for singular ولكن away of me بعيد عني. طب اختار ايه منهم بأي دليل؟ قال هنا are stars نجوم in the sky في السماء،
يبقى نعرف هنا هل قريب ولا بعيد، وبتكلم عن مفرد ولا عن جمع. الاول هنا قال لي ار، يبقى انا بتكلم عن بلورال جمع، يبقى معنى كده ببعد عن المفرد بتاعي اللي هو this and that، اصبح عندي this and those. طب اختار مين في الاثنين؟ قال لي هنا stars in the sky، sky السماء بعيد، فعشان بعيد عني هضطر اختار كلمه ايه؟ those، هضطر اختار كلمه those، لان ده الاجابه الوحيده اللي عندي الصحيحه الموجوده. question number 3، I am from Cairo، full stop جمله، start a new sentence. It is not a sentence, it's a question. سؤال، في question mark في الآخر. You from؟ ها؟ يبقى في الأولى يبقى where؟ ها؟ You from or where are you from؟ يبقى أنا بستخدم هنا كلمة where ككلمة استفهام على السؤال بتاعي. يبقى where are you from؟ ها؟ I need three. ثلاثة. تمام. Of paper clips. تمام كده؟ يبقى هنا of paper clips. يبقى معنى كده كلام عندي هنا مين؟ I need three of paper clips. هنشوف الإجابة بتاعتي. Sheets؟ No. هي المفروض تبقى boxes. Three boxes of paper clips. Three boxes of paper clips. اللي هي بنقصد عليها صناديق الورق هكذا. Is he in the class? Is he in the class? No. He. احنا متعودين دايما السؤال اللي يبدا باز اجابته اما يس او اما نو. السؤال اللي يبدا باز اجابته يس او ايه او نو اذا ما كانش فيه اختيار عندي. فطبعا از هي يبقى نو هي از، نو يس هي از اور نو هي ازنت. طب انا عندي كلمه ايه؟ نو no. فانا هختار مين بقى؟ نيجي نشوف كده. يبقى نو ايه؟ ها نو هي از وذ ذا مانجر. ليه ما اخترتش نو هي ازنت؟ لان هنا بقول الجمله الصحيحه، انا نفيت السؤال، انا نفيت السؤال وبجيب الجمله الصحيحه. يبقى نو هي از وذ ذا مانجر، لا هو مع المدير. انما لو كان في شورت انسر يبقى معنى كده مضطر استخدم نو هي ازنت شورت انسر، نو هي ازنت شورت انسر. بس هنا كومبليت سنتنس تمام وكومبليت انسر عندي، يبقى نو هي از وذ ذا مانجر. هاو جوس از ذير، دايما هاو اجيب بعدها ادجكتيف. بس انا عندي هنا ماتش وميني ومور وسام. ماني يبقى لازم يكون في بعدها جمع، ماتش يبقى في بعدها اسم لا يعد. طب بعد السبيس بتاعي كلمه ايه؟ جوس. يبقى نقول هنا ايه؟ هاو ماتش جوس. هنقول هنا هاو ماتش جوس. اوكي. اتس كورتر تو 9 ات نايت مينز ات از. الله، هو بيقول لي الساعه كام؟ اتس كورتر تو 9، يبقى الساعه 9 الا ربع، ات نايت ليلا. فجيب لي الارقام بتاعتي دي. الارقام بتاعتي دي عباره عن ايه؟ عن اللي هو 24 o'clock، اليوم اللي هو الساعة اليومية اللي هي 24 ساعة. طب افهم ازاي يا مستر؟ قال لي 9 quarter to 9 يعني 9 الا ربع، يعني الساعة ما جاتش 9. طب لو خصمنا ال 12 ساعة من الوقت بتاعنا او زودنا 12 ساعة على 9 الا ربع اصبحت كام؟ 9 الا ربع يعني 8 45 زائد 12 ساعة بتوعنا يبقى 20 45. يبقى 20 45. يبقى معنى كده الساعة بتاعتي it's a quarter to 9 at night، الساعة 9 الا ربع ليلا، يبقى معناها 20 45. اوكي. is a city in Italy، is a city in Italy، مدينة في إيطاليا. ايه المدينة اللي في إيطاليا الموجودة؟ روم. روم برضو is the capital of Italy، يبقى او the capital of Italy is Rome، تنفع عادي. يبقى ممكن يجي لنا شكل جملة بأكتر من شكل. نمبر 10، where is he وبعدين space 2. where is he، انا جبنا verb is هنا، محتاجين فعل زائد ing، كل الافعال اللي عندي زائد ing. طب يبقى معنى كده مضطرين نختار المعنى، فتكمله الاجابه بتاعتي واحد بيسال where is he وبعدين كلمه to، قلنا to his room، الى غرفته، to his room. يبقى معنى كده ايه الفعل اللي ينفع معنا؟ running. الفعل اللي ينفع معنا كلمه ايه؟ running. يبقى where is he running to his room او he is running to his room، لو انا عايز اجيب complete answer اما اكون محادثه او شيء زي كده. language functions. هنا السؤال الثاني في الامتحان بتاعي، supply the missing parts in the following dialogue at a train booking window. دايما المحادثه بتاعتي، ناخد بالنا من السؤال ده كويس يا جماعه لو سمحتم، المحادثه بتاعتي لازم اقرا المحادثه كلها بالكامل من اولها لاخرها، ما سيبش سبيس، ما استعجلش واجاوب على طول، لا لازم نقرا من الاول خالص، من اول كلمه supply the missing parts حتى اخر نقطه في المحادثه نفسها. يبقى اخر شيء اللي وقفني ليها اللي هو السؤال اللي بعد كده،
يبقى معنى كده أفضل أقرأ من أول شيء للآخر على أساس أفهم. قد يكون في جزء في الآخر يكون مثلا إجابة أنا أشتغلها يعني يساعدني في الإجابة بتاعتي ويفهمني الموضوع عن إيه بالظبط وأقدر أجاوب. بالنسبة لسؤال المحادثة بتاعتي إيه اللي بيحصل فيه بقى؟ أما بنقرأ فيه هنا قد يكون في هناك أكثر من إجابة أنا أقدر أجيبها. يبقى معنى كده أي إجابة محتملة ليك هاتها في نفس النقطة، يعني أنت يو أنسر نمبر 1 يبقى هات كل إجابة محتملة في نمرة 1، يو أنسر نمبر 2 هات كل إجابة محتملة في نمبر 2 وهكذا. بس ما أجاوبش تاني وأقول إجابة أخرى بعيد والكلام ده. يفضل إن إحنا نجيب كل حاجة جوه نفس النقطة على أساس إن ده مصلحتك أنت ونجاوب لك الإجابة ونصحح لك الإجابة الصح بتاعتك وتاخد درجتك عليها. نقرأ كويس ونشوف المحادثة بتاعتي بتدور عن إيه. نشوف. Excuse me, where في هنا question mark عندي، ده طبعا كليرك اللي هو الموظف. خالد بيقول I am going to Aswan. كليرك قال single or return ticket. هنا قال please جاوب. خالد سأل سؤال والكليرك قال it's 150 Egyptian pounds. نشوف هنا excuse me where، الإجابة عندي I am going to Aswan. طب ما نيجي بقى نجيب السؤال من الإجابة. الوقت هنا where انا عايز اجيب تو اسوان، يبقى تو اسوان دي الاجابه بتاعتي الاساسيه. طب ما اشوف I am going يبقى انا اجاوب عليها اقول ايه؟ هنعمل الاكستشينج بين ذا سبجكت اند ذا فيرب اند ذا هيلبنج فيرب ام، يبقى اي بنحولها الى يو وام بتبقى ار في ارتيكل الاول. هيبقى سؤال عندنا ايه؟ ها where are you going، يبقى where are you going انت رايح فين؟ I am going to اسوان. single or return ticket يبقى معنى كده single or return، يبقى هل هي سنجل تذكره فرديه او ريتيرن تذكره ذهاب وايه وعوده؟ نشوف الاجابه كانت ازاي. ريتيرن تيكت، ايش معنى انا عنده اور؟ طب لو قلت سنجل يا مستر مفيش مشاكل. ليه؟ مفيش دليل عندي في السؤال يقول لي ان انا، مفيش عندي دليل في السؤال يقول لي ان انا بستخدم سنجل او بستخدم ريتيرن، فدي حاجه سهلت لي الاجابه. ولو جبت حاجه سنجل صح، لو جبت ريتيرن تيكت صح، مفيش اي مشاكل خالص هنا. طب وكلمه اور؟ اي سؤال، اي سؤال يس نو كويستشن او ستارتنج ويز ا كويستشن وورد، وطالما عندي كلمه اور موجوده اختار يا اما اللي قبل اور يا اما اللي بعديها، او لو في اجابه ثانيه محتمله تنفع اجيبها مكانهم. يبقى معنى كده سنجل اور تيكت ريتيرن تيكت يبقى الايه ريتيرن تيكت. في بعد كده سؤال موجود تمام وقال اتس 150 ايجيبشن باوندز، يبقى معنى كده بيسأل عن سعر. يبقى نقول هنا ايه؟ ها هاو ماتش از ات، جبت از ات منين يا مستر؟ از الاجابه عندي فيها ايه؟ ات از، بعمل اكستشينج ببدل ما بين ات از وات تمام، وبسأل بهاو ماتش السؤال عن السعر. طب ممكن صيغه ثانيه؟ ممكن اقول هاو ماتش داز ات كوست، هاو ماتش داز ات كوست دي اجابه ثانيه عادي. فاحنا بنحاول نجيب الاجابه الاسهل من خلال الكلام اللي موجود امامي، ما احاولش اجيب حاجه بعيده عني عشان ما اغلطش فيها. بعد كده في reading comprehension، في reading comprehension قطعة reading بيقول هنا ايه؟ هنجاوب عليها برضو في اسئلة عليها وبنجاوب. Last Friday was my best day. Our family went out to the park to enjoy our day there. We prepared our food and drinks the day before. We took fruits, vegetables, different kinds of juice, bread and chickens. My sister preferred to read after preparing food with my mother. My father was reading the papers at that time. My two younger brothers were playing football with their friends near to us. After having lunch, we all had our favorite drink and my father asked tea for us from the park canteen. In the evening, my mother asked my father to go to the cinema to watch a movie she likes most. After the cinema, we went home and slept at once because we were so tired. I can't forget that day. I liked it so much. احنا طبعا دي ناس عائلة راحوا الحديقة وبيحكي ان هم تناول اكلهم وجهزوا اكلهم بدري وتناولهم وشربوا شاي من الكانتين وهكذا يعني. ناخد بالنا في عندنا كلمه تحتها خط اسمها there. دي لها سؤال عندنا وهنحاول ساعتها نقول ايه. دايما الكلمه اللي تحتها خط بتشير، ناخد بالنا بقى من النقطه دي، الكلمه اللي تحتها خط بتشير الى
كلمة تسبقها، يعني المطلوب من حضرتك انت وهي. نبص نعمل ايه بقى؟ الكلمة دي هل هي بتدل على مكان؟ يبقى شوف المكان ما قبلها مباشرة على طول. هل هي بتدل على زمن؟ يبقى الكلام لازم الزمن اللي قبلها مباشرة. هل هي بتدل على شخص؟ اشوف الشخص ده مفرد ولا جمع؟ نفس الكلام، اشوف الشخص اللي قبلها عاقل ولا غير عاقل؟ نفس الوضع بالظبط. واضح كده؟ يبقى معنى كده الكلمة تحتها خط بتكون ضمير، بتكون ضمير او ظرف، يا اما ضمير شخصي يعود على ما سبقها من سواء عاقل او غير عاقل، مفرد او جمع، او بتكون ظرف زمان او ظرف مكان بتدل على مكان او زمان قبلها مباشره. يعني لما بنشوفها نرجع ورا ناحيه الشمال الجمله بدايه جملتها او ما قبلها هنلاقي الكلمه اللي هي بتدل عليها. نشوف كده اول سؤال مع بعض على الكومبريهنشن بتاعتنا. choose the correct answer. how many people like to read؟ طبعا اللي بيحب يقرا هنا مين؟ الاجابه كانت عندنا احنا استعجلنا فيها كلمه تو. تو يعني كام؟ اتنين. مين بقى الاثنين؟ بيني وبينك طبعا لو احنا شفنا تو بيرسونز، كان عندي هنا ماي فادر اند ماي سيستر، يبقى دول الشخصين اللي كانوا بيحبوا الايه؟ القراءه. يبقى هنا ماي فادر اند ماي سيستر اللي هم الشخصين اللي كانوا بيحبوا القراءه. نشوف بعد كده where did we go yesterday cinema and park no place. يعني هم راحوا السينما ولا السينما والبارك والمنتزه ولا المنتزه بس البارك ولا ما راحوش خالص؟ جميل. واحد ويقول لي بارك، لا مش بارك بس، لان بعد كده راحوا فين؟ السينما. يبقى في الحاله دي هنقول ايه؟ سينما اند بارك. طب ممكن اختار بارك وسينما يا مستر؟ طب ما انت عندك اجابه تدل، لانك لو اخترت بارك بس يبقى انت يبقى ما راحوش السينما، لو اخترت سينما بس يبقى ما راحوش بارك. نو بليس طبعا غلط لان هم خرجوا. اوكي بعد كده played football. father played football. mother played football. brothers played football. sister played football. brother صح، يبقى brothers played football. brothers played football. we are persons in my family. we are three. we are four. we are five. we are six. نختار مين فيهم بقى؟ ركز معايا بقى هنا جميل. دلوقتي لما نيجي نقول لو قلت 3 عدهم لي، دايما الشخص اللي بيتكلم عن نفسه بنحسبه على طول واحد، الشخص اللي بنتكلم عن نفسه بنحسبه واحد. ورجع قال كده، ها ماي ماذر جابها في الكلام 2، ماي فادر جابها في الكلام 3، ماي سيستر جابها في الكلام 4، اند تو براذرز يبقى كده كام؟ 6 بيرسونز. يبقى نحاول نعد هنا الاشخاص الموجوده من خلال بدايه الجمل بتاعتنا اللي بنحكي عنها، دي نمره 1. نمره 2 نحسب الشخص المتواجد في الكلام اللي هو بيتكلم او بيحكي القطع على لسانه، فهنشوف الاجابه فعلا هتقول له ايه؟ وي ار 6 بيرسون. نبص معانا الاجابه بتاعتنا وي ار 6 بيرسونز. اوكي وير ديد ماي فادر جيت تي. والده حصل على الشاي منين؟ نشوف الكويشن بتاعنا كده. احنا ما عندناش شاي، قال احنا جهزنا جوس اند درينكس. طب نيجي نشوف هنا From the park canteen. من كانتين أو من الجمعية بتاعت البارك الموجودة. Number six. What does the underlined word there refer to? كلمة there هنا بتشير لي there خاصة بالمكان. يبقى المكان اللي قبل الكلمة المكتوبة عندنا اللي هو كلمة إيه؟ The park. يبقى المقصود هنا كلمة the park. كلمة refer هنا there هنا بتشير إلى كلمة إيه؟ the park. بعد كده في نوع تاني من الأسئلة، السؤال الرابع بتاعنا fill in the spaces. ده طبعا خاص بالترمينولوجيا معاني الكلمات. fill in the spaces with words from the list. عندنا هنا كم كلمة موجودين؟ عندنا كلمة إيه؟ costs, accounts, sales, journey, December, buy. في باي يعني عندنا معنى اشتري وباي بالوسيله. نشوف كده اول جمله بتقول ايه؟ بنقول هنا هي جوز تو سكول بس، وسبيس عندنا بس، يبقى معنى كده بروح المدرسه. ايه الخاص بالوسيله عندي في الكلمات؟ نشوف كده الخاص بالوسيله ايه؟ الخاص بالوسيله كلمه ايه؟ باي. يبقى كل وسائل المواصلات اللي عندي، كل وسائل المواصلات عندي، ناخد بالنا من السؤال ده كويس، كل وسائل المواصلات عندي تاخد كلمه باي. كل وسائل المواصلات باي. باي بس، باي اير،
by train, by plane, by bicycle. الكلام ده كله ياخد by. إنما أقول on foot. أقول إيه؟ on foot. طالما by جنب الكلمة مباشرة مفيش space يبقى على طول نقول by مع الوسيلة بتاعتنا. ها عندي نفس الاختيارات بتاعتي وقول it much to buy. it space much to buy. نشوف الكلمة بتاعتنا إيه. ها it costs much. it costs much يعني بتكلف كتير عشان أشتريها يعني. it costs much to buy. شوف بعدها نفس الاختيارات موجودة قدامنا برضو عشان نختار منها. he is responsible for the of the people. he is responsible for the of the people. دايما responsible مع كلمة for على طول preposition بعدها يبقى معنى كده accounts of the accounts of a the people. يبقى هو مسؤول عن حسابات الناس. هو مسؤول عن حسابات الايه الناس. sense number 4 my brother is a manager. manager يعني مدير. ايه اللي ينفع عندنا من الكلمات اللي معانا؟ برافو ناس فايقه عندنا. is a sales manager. is a sales manager. واحد يقول لها مستر سيلز دي اس وجاء قبلها ايه جمع مفرد؟ لا احنا قلنا ايه جاء عشان خاطر كلمه manager. ايه سيلز هنا بنعتبرها صفه بنقول ايه جاي هنا عشان ايه manager. number 5 how long does the from cairo to aswan take. how long does the from cairo to aswan take. ذا هنا عايز بعدها اسم. ايه الاسم اللي بقى عندي؟ الاسماء اللي بقى عندي هنا كلمة ديسمبر وكلمة جورني. اوكي هنشوف الاختيار اللي عندنا. how long does the journey الرحلة. ما طول الرحلة او كم تستغرق الرحلة من القاهرة الى اسوان. نمبر 6 عندي هنقول هنا ايه is the last month of the year. انا هنا بادئ الجملة بتاعتي. انا هنا بادئ الجملة بتاعتي بكلمة من اللي فوق. يبقى يفضل اختار او الصح عندي اختار كلمة starting with a capital letter. يبقى الكلمة اللي هنا بدأ بكابيتال letter عندي مين بعدين دلوقتي؟ December is. December is. طب يا مستر طب انا ممكن ما اكونش مثلا بدأ بحرف كابيتال واختار كلمة sales. اختار كلمة ايه؟ sales. sales عشان ابدأ بيها كسبجكت هنا في الجملة دي ما تنفعش عشان كلمة is. لو قلت sales ممكن اقول are ونجيب جملة خاصة بيها. انما بتكلم على last month شهر فما تنفعش كلمة sales. يبقى كلمة ايه؟ December is the last month of the year. question number عندنا writing بتاعتنا question number 5 بيقول هنا ايه؟ write a paragraph of about 60 words on one of يعني موضوع واحد بس of the following. موضوعين عندنا هنا هنختار منهم واحد. you can use the guiding words or questions. يبقى ممكن guiding words كلمات استرشادية وممكن نقول ايه questions ايه اسئلة. نيجي بقى نبص هنا مع بعض نركز شوية في الخطاب بتاعي او في سوري في الباراجراف بتاعي. الباراجراف بتاعنا هيكون عبارة زي ما احنا شفنا دلوقتي مع بعض. هو بيقول ايه ها guiding words او guiding questions. طب لو احنا هنا حبينا جاب لي هو guiding words كلمات استرشادية بتاعتي. انا يهمني في المقام الاول العنوان. العنوان العنوان بتاعي ده اللي يهمني في المقام الاول تمام. واشوف العنوان بتاعي الكلمات اللي تناسبه الحاجات اللي تناسبه عندي من الكلمات الاسترشاديه واحاول اكمل منها جمل او اكتب ما يخص الموضوع بتاعي وحاجه خاصه به قد استفيد بالكلمات الاسترشاديه او قد اكتب حاجه تعني نفس الموضوع بالظبط لا غبار عليها ولا خلاف عليها. نحاول هنا في الباراجراف نكتب جمل بسيطه ما نكبرش الجمل بتاعتنا عشان ما نغلطش فيها ما نخرجش بره الموضوع. ما نخرجش بره الموضوع. انا بطلب منك تكتب عن حاجه معينه ما تحاولش تكتب مقدمات بتاعتك ان ممكن المقدمه لا يكون لها ربط بالموضوع. وفي التصحيح طالما اللي انت كاتبه مش مترابط مع بعضه ممكن تنقص درجات فيها. اكتب باراجراف بتاعك في الموضوع على طول جمل بسيطه التزم بالكلمات الاسترشاديه بتاعتنا ونشوف برضو الوضع بنكمل مع بعض نشوف الكلمات الاسترشاديه ونكمل جملنا بسيطه. طب فرضا ان هو جاب لي questions اسئله you have to answer incomplete sentences. يبقى لازم نجاوب اجابات جمل كامله. اجابات ايه؟ كامله. مفيش اختصارات هنا في الاجابات على الباراجراف ده. هو بيديني سؤال عشان اجاوب عليه فما جاوب عليه جمله كامله يبقى انا كده جاوبت الايه جبت الجمله اللي مطلوبه مني. طب فرضا في بيقول لي مثلا سؤال yes no question زي do you like school هل تحب المدرسه.
ما ينفعش اقول yes I do or no I don't. لا، انت هنا بتجاوب اجابة كاملة عادي without yes or no، بدون yes او ايه no. انت قال لنا يا مستر لو سمحت من شوية السؤال يبدأ بفعل مساعد اجاوب عليه yes او ايه او no. صح حصل، بس هنا بقولك انا بدي اسألك سؤال داخل الباراجراف، فانت بتجاوب اجابة كاملة عليه. يعني مثلا لو انا قلت لك do you like school، هتقول ايه I like my school او I like school very much او I don't like my school. في كلتا الحالتين اجابة صح، مش yes or no. اوكي، نشوف شكل ايه اللي هيجينا، ايه العنوان الاول وبعدين الطريقة بتاعته، هل هي تكون كلمات استرشادية or اسئلة استرشادية. نبص مع بعض كده، اول عنوان عندنا your school، مدرستك. طب نشوف هنا اسئلة عنها، جايب لي خمس او ست اسئلة موجودين هم بالست جمل المطلوبين. How many days do you go to school؟ كم يوم بتروح المدرسة؟ How do you go to your school and back؟ بتروح وترجع ازاي؟ When do you get to school and leave؟ توصل امتى وتمشي امتى؟ Do you like your school؟ تحب مدرستك؟ Why or why not؟ يبقى تجيب السبب بتاعك. يبقى معنى كده Do you like school؟ ما قولش yes or no. لا، هتقول I like school because أو I don't like school because. What's your favorite subject؟ المادة المفضلة عندك. How do you enjoy your break؟ الفسحة بتاعتك بتقضيها ازاي؟ نشوف كده مع بعض الإجابة بتاعتنا. I go to my school 5 days a week، خمس أيام في الأسبوع. I always go on foot. I go with my brother at 7، بروح مع أخويا الساعة 7 in the morning and back at 2 in the afternoon، وبرجع الساعة 2 مساء. I like my school، أحب مدرستي. Because I meet my friends، بقابل أصدقائي there، هناك يعني. I like English very much، حب الإنجليزي. I enjoy the break playing with my friends and eating our sandwiches، بحب الفسحة علشان بلعب مع أصدقائي، بقضيها لعبة وبستمتع بيها مع أصدقائي، بنلعب وبناكل السندوشات بتاعتنا. ده paragraph using guiding questions. شوف الباراجراف التاني using a photocopier، استخدام آلة التصوير أو ماكينة التصوير اللي هي موجودة في المكاتب. switch on، افتح. open lid، switch on هنا يعني شغل، افتح الكهرباء ليها. open lid، lid هو الغطاء الخاص بآلة التصوير اللي احنا بنحط الورقة وبعدين بنغطي بيها. place paper down، بنحط الورقة ويكون وشها طبعا ليه على الزجاج اللي هيصور. close lid، نقفل كذا. press number، copy، اضغط. press number يعني اضغط، تمام. copy النسخ او النسخة. press button to start، اضغط على زر على اساس ابدا. نشوف كده. first switch on the photocopier، شغل آلة التصوير. then open the lid، افتح الغطاء الموجود. after that place the paper face down، place هنا مش مكان، لا place هنا يعني ضع الورقة وجهها الى الاسفل. close the lid، اغطي بي او اقفل الليد تاني اللي انا كنت فاتح عشان احط الورقة. next press the number of the copies which you want، اضغط رقم النسخ التي تريدها. finally، اخيرا press the green button، اضغط الزر الاخضر to start copying، عشان ابدا التصوير. لو احنا بصينا هنا انا بادئ بكلمة first اولا عشان هنا تسلسل خطوات، ناخد بالنا من الكلام ده كويس. then ثم بعد ذلك after that بعد ذلك next تاليا او finally اخيرا اخيرا، يبقى معنى كده بقدر استخدم كلمات تساعدني في تحسين شكل الباراجراف بتاعي. يبقى مش شرط ان التزم بالكلمات او الاسئله، لا، طالما في شيء معين موضوع معين يخليني التزم، انا جبت من عندي كلمات حسنت المعنى بتاعي وكملت بها الجمل الموجوده عندي. يبقى ده كده كتبنا الايه الباراجراف بتاعنا التاني. نشوف بعد كده السؤال اللي جاي write a memo. write a memo، عندنا memo، نشوف الميمو بتاعتنا فيها ايه. ها the headmaster wrote a memo to the secretary asking her to call the engineer to come and fix the photocopier the next 15 of March. اوكي، هنا الميمو بتاعتنا headmaster مدير wrote a memo. طبعا الميمو بتاعتنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسالة. نركز كده في الميمو شوية كده مع بعض كده. الميمو هي عبارة عن رسالة، اوكي، رسالة من مسؤول لموظف عنده في المكتب. الرسالة دي بتتكتب على ورقة صغيرة تتحط على النوتس بورد، اوكي، اللي موجودة في المكتب بتاعهم.
يجي الموظف، الموظفين تبص على النوتس بورد بتاعتهم الموجودة في المكتب، الشخص المنوط بالميمو ينفذ الأمر اللي فيها. يعني ممكن تكون اللي ينفذها شخص أو أكتر من شخص موجود فين في المكتب بتاعه. ميمو هنلاقي كلمة from، من المسؤول اللي كتب الميمو، to الموظف اللي هينفذ الميمو، reference الموضوع بتاعنا، الميمو عن ايه، date تاريخ كتابة الميمو. بعد كده بنكتب موضوع الميمو، ناخد بالنا منه من التاريخ بتاعنا وحاجتنا كده، ونكتب موضوع الميمو من الكلمات الموجودة عندنا. احنا بندور على كلمة from، لقينا from نكتب الاسم اللي بعديها، لقينا تو نكتب الاسم اللي بعديها او الوظيفه اللي بعديها، سواء فروم سواء تو، طب ما لقيناش. يعني على سبيل المثال لو احنا بصينا هنا في الميمو، بص كده هنلاقي في السطر الاول منتهي بكلمه تو، السطر الاول منتهي بكلمه تو. لو احنا بصينا على كلمه تو مش هنلاقي كلمه فروم موجوده عندنا، مش هنلاقي كلمه فروم موجوده عندنا. ففي الحاله دي انا مضطر هنا الاسم اللي بعد تو هيتكتب، تمام، وندور نرجع بقى ورا على الشمال الاسم اللي قبل تو، تمام، هو الاسم اللي هيجي بعد فروم، وهكذا. نشوف الميمو احنا كتبناها ازاي مع بعض. بسم الله، دي الميمو بتاعتي، تمام، from to مع بعض الاثنين قصاد بعض او تحت بعض مش مشكله، re and date. احنا قلنا مفيش from عندنا، ولكن كان في اسم بعد to وبعدين في اسم قبل to. الاسم اللي قبل to هو اللي بعده from، اللي هو مين؟ the headmaster، اللي هو مين؟ the headmaster. والاسم اللي بعد تو كان ذا سكريتري، يكتب بعدها تو. طيب اما نيجي لكلمه تري عندنا، كلمه تري عندنا نبص على كم كلمه موجودين كده، ساعتها بقى نشوف الميمو بتاعتنا في كم كلمه مطلوبين هنا، بنجيب من بعديها ري الموضوع بتاعنا، تيل، اسك، ها، وونت، نيد، لايك، 5 words، تيل، ها، اسك، نيد، تيل، احنا قلنا سوري اجين تاني، تيل، اسك، want, need, like. الخمس كلمات دول، الخمس كلمات دول، تمام، هيكون بعدهم اسم شخص مطلوب، اوكي. وممكن ندور بعدها على كلمه تو نلاقي بعدهم كمان كلمه تو او ذات، افتر تو اند ذات، افتر تو اور ذات بعديهم بقى هنا اقدر استخدم اجيب الكلام المطلوب عندي بعد كلمه ري. ازاي هيكون بعدها الموضوع؟ حضرتك هتقرا الجزء ده كويس وهنلاقي الموضوع بتاعنا، كول مستر، رايت ايميل، ميتينج، الكلام ده كله هو هيكون اساسا عندنا بعد الكلمات دي. طب وكلمه مثلا اللي هي نيد واللايك وكلامنا الخمس كلمات اللي قلت لنا عليهم دول يا مستر، نعمل فيهم ايه؟ لا، دول فقط بيرشدون على المكان اللي بشتغل بيه. افتر تو اند ذات بستخدمه في مكانين، المكان الاول، المكان الاول افتر ايه، والمكان الثاني في الموضوع بتاع الميمو كله. نركز كده مع بعض ونشوف ايه اللي اتكتب عندنا، اوكي؟ نشوف كده، دي كتبنا فيها ايه؟ call the engineer، call the engineer، اتصل بالمهندس. الديت بتاعنا هو قال لي before 15th of month، يبقى معنى كده ما اكتبش التاريخ ده، لازم يكون التاريخ بتاعي قبل 15 مارس. طالما جاب لي كلمه before يبقى انزل 5 ايام مثلا على الاقل من التاريخ اللي هو جايبه لي. طب لو سمحت يا استاذنا، لو سمحت يا مستر، ما فيش تاريخ مكتوب خالص نهائي؟ نعم، مفيش تاريخ خالص مكتوب. خلاص يبقى نكتب تاريخ يوم كتابه الميمو، يعني مثلا النهارده مثلا 14 وانا هكتب الميمو النهارده، يبقى خلاص طالما مفيش عندي تاريخ مكتوب اكتب 14/1 14th of January. تمام. طب افرض قال لي كلمه today، نفس الكلام، عدم وجود تاريخ زي كلمه today بالظبط، عدم وجود تاريخ زي كلمه today بالظبط، تكتب تاريخ اليوم، تاريخ كتابه الميمو في الامتحان عندك، اوكي. طب جاب لي تاريخ، خلاص يبقى انا التزم بالتاريخ. طب والنقط الكلام يا حضرتك يا مستر اللي انت كتبتها لنا دي، قد تاتي في الورقه الامتحانيه وقد لا تاتي. تاني الاربع نقاط from to re date، قد تاتي في الورقه الامتحانيه وقد لا تاتي. طب ولو جت، شكرا، يبقى هو ريحني ان انا اتذكرهم واجهد نفسي فيهم وافكر فيهم واكتبهم تاني. طب لو ما جابهمش يبقى انا لازم احفظ، طالما شفت ميمو يبقى انا عندي from to re date، الاربع حاجات دي نكونهم وناخد بالنا منهم. طيب انا كتبت الاربعه دول دلوقتي، البادي اوف ذا ميمو، الميمو بقى هكتب فيها ايه؟ نرجع للنقطه تاني بتاعت مين؟ tell, ask, want, need, like، اي شكل منهم، سواء past simple اي دي او فعل في التصريف الثاني
أو adding ing لهم وبعدين that و to ونيجي نكمل على طول بعد كده. أوكي؟ تمام. يبقى هنا قال from، وفي نقطة تانية كمان إن كلمة from دي ممكن يجي مكانها كلمة by في الامتحان، ممكن ألاقي from أو ممكن ألاقي by. أوكي؟ يبقى from أو written by وهكذا. نشوف بقى بعد الأربع نقط اللي احنا كتبناهم نشوف إيه الموضوع بتاع المو بتاعتنا. هنكتب نقول فيها إيه؟ Please call the engineer to come and fix the photocopier the next 15th of March. Thanks. أنا بدأت هنا بكلمة please وأنهيت بكلمة thanks من فضلك، وبدأت بكلمة thanks. ما حبش أجيب مقدمة تانية. هو كتب the next 15th of March، يجي يوم 15. طالما الشخص هيجي مطلوب الشغل أو يتنفذ يوم 15، يبقى أنا لازم الميمو بتاعتي تكون قبل التاريخ المطلوب ده. نيجي نشوف بعد كده. fill in the following table. table عندي، table عندي هنا موجودة مين؟ تقول أحمد جمال is a sales manager. he works for BOS in Giza. he loves reading and watching football. he was born in 1999. بيتكلم عن شخص هنا. table عندي هجيب بيانات عن شخص. نشوف البيانات الموجودة عن أحمد جمال إيه؟ فكر بص كده معايا. هنشوف البنات الموجودة معنا. ايه اللي موجود؟ first name, second name, nationality, occupation, hobbies. شوف first name أحمد، second name جمال. ناخد بالنا من النقطة دي. مثلا هو اسمه أحمد محمد جمال. ناخد بالنا من النقطة دي. هو اسمه أحمد محمد جمال. أحمد first name، محمد سكند نيم، جمال سور نيم اللقب. فمعنى كده اللقب هو اخر اسم عندي. لو انطلب مني لقب يبقى اللقب يكون اخر اسم. ناشوناليتي احمد جمال وشغال في الجيزه يبقى ايجيبشن. اوكيوبيشن كلمه تقيله او كبيره يا مستر؟ لا، اوكيوبيشن هي الجوب. اوكيوبيشن هي جوب عندي، وظيفه. تمام، اللي هي سيلز مانجر. هوبيز الهوايات بتاعته. هي لايكس ايه؟ ها، ريدنج اند واتشينج فوتبول. ريدنج اند واتشينج فوتبول. يبقى برضو هنا ممكن يجي لي الميمو اللي شفناها، ممكن يجي لي التيبل، ممكن يجي حاجة تانية. ممكن يجي ايه؟ writing a business letter. يبقى السؤال ده اللي هو السؤال السادس. الرايتنج بتاعنا ميمو ممكن، letter ممكن، table like this ممكن، او fax ممكن. واخدنا الفاكس في الوحدة الرابعة بتاعتنا. هنا ركز بقى معايا على الحاجات اللي انا موضحها لك كده شوية. write a letter to، to مين؟ مستر روماني فارس، the manager of Cairo company 22 عتبة street Cairo. يبقى write a letter to الى الشخص اللي هو هيتلقى الخطاب. reader تمام، المرسل اليه، القارئ. دي بياناته فين؟ بياناته على الشمال، بياناته شمال اعلى الخطاب. طيب انا كتبت عنوانه كله خلاص تمام، وباجي بعد كده you ask him to، تطلب منه ايه؟ send you the latest catalogs of the new buildings before 24th of January. تمام، ده الموضوع بتاعي الايه؟ الليتر بتاعي. your are او your name is Mr. خالد صابر، the sales manager of النصر company 55 منشيه street بورسعيد. يبقى انا عندي هنا شخص هكتب بياناته على اليسار كلها اللي هو مستر روماني بالتركيز، الاسم تمام، ها الوظيفه، الشركه، الوظيفه، الشركه، عنوان الشركه بتاعته. طب اللي على اليسار ده هيكتب فيه فقط، هيكتب فقط الشركه بتاعته وعنوانها والتاريخ. على اليمين فوق الجدول هنكتب الشركه بتاعته ووظيفته، وعلى اليمين كده وهكذا. اسم المرسل اليه قد يكتب مره او لا يكتب خالص، او يكتب مرتين. يعني لو اتوجد هنكتبه مرتين تمام، ما توجدش خلاص على كده. انما اسم الراسل او الكاتب بتاعنا هيكون موجود عندنا مره واحده بس في اسفل البيزنس ليتر بتاعنا. نشوف بقى البيزنس ليتر بتاعنا ومعاه نقطه نقطه. هو قال لي رايت ا بيزنس ليتر تو مستر روماني فارس ذا مانجر كايرو كومباني عتبة ستريت كايرو. الاسم، الوظيفه، الشركه، عنوان الشركه. طيب اكتب بقى البيانات اللي على اليسار، اللي على اليمين بتاعت او عنوان اليمين بتاعت الكاتب. لا، احنا نمشي مع الخطوات الموجوده المكتوبه عندنا. البيانات اللي تجي الاول اكتبها عشان ما لخبطش نفسي، بدل ما اكتب على اليمين من تحت وارجع على اليسار من فوق ولخبط نفسي. لا، ابتدي اللي جاي الاول. اللي جاي الاول ايه؟ بيانات المرسل اليه، اكتبها الاول. مجرد ما تخلص بيانات المرسل اليه وتبدا يقول لك هنا ايه، ask him to، تروح كاتب دير،
نروح كاتبين ايه دير، مجرد بقول لك ask him to want him الكلمات اللي كنا قلناها في الميمو، تروح كاتب دير ونشوف هل انت بادئ فوق باسم باسم ولا وظيفه وشركه. بادئ باسم يبقى اسم اللي فوق هو اللي يجي بعد ايه دير. اوكي هو قال لي ها ممكن تبدا بايه I would like to ask you to، والفعل بتاعنا send us the latest catalogs of the new buildings before 25th of January، او ابدا بكلمه بليز وابدا بالفعل في الامر عندي واكمل الجمله، يبقى I would like to ask you to او بليز واكمل الكلام بتاعي. طب خلصت الموضوع بتاعي ها قافل لسه لسه ايه I look forward to hearing from you soon، اتمنى اسمع منك قريبا او حالا. دي جمله بنكتبها بنختم بها الخطاب ونطلب من الشخص اللي احنا بنحدثه ان هو يرد علينا. طيب في عندنا ايه yours sincerely، بختم خطابي بكلمه yours sincerely. اشمعنى؟ لو احنا بصينا على الاسم اللي فوق بعد دير هنلاقي مستر روماني، طالما وجدنا مستر روماني اسم شخص عندنا بنقول yours sincerely. اوكي نشوف بعديها. طب لو كان ما كانش في اسم بدل دير بعد دير مستر روماني كنا هنقول dear sir or madam، وبدل sincerely كنا نكتب كلمه ايه faithfully. ها بعديها مستر خالد صابر the writer اللي هو قال لي you are مستر خالد صابر، وبعدين راح عامل ايه sales manager، يبقى انا ختمت بمين ها الليتر بتاعي ختمته باسم المرسل اليه ووظيفته. طب اللي على اليمين فوق يا مستر فاضل لسه. طب ما هو بعد مستر خالد صابر اللي موجود عندك كتب ايه ها ده مانجر، بص معايا كده النصر كومباني اسم الشركه 55 مانشستر ستريت بورسعيد 20th of January. طب احنا جبنا التاريخ من هنا يا مستر لو سمحت، لان عندي هنا في الليتر بتاعي بيفور، ان انا الحاجه دي عايزه توصل لي قبل 25، فلازم اكتب العنوان بتاعي قبل التاريخ ده بفتره عشان يوصل لي هناك ويبعت لي الحاجه بتاعتي براحتنا خالص كده وهكذا. اوكي نركز بقى في الكلام اللي احنا شفناه على السبوره كده بالنسبه للليتر بتاعنا. بيانات المرسل اليه على اليمين، سوري بيانات الكاتب عنوان، سوري عنوان الكاتب اعلى اليمين، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيانات المرسل اليه ها اسمه وظيفته شركته تمام، عنوان الشركه بتاعته اعلى اليسار تمام كده، وبعدين التاريخ عندك موجود على اليمين بعد العنوان المرسل بعد عنوان المرسل او الكاتب، دير مستر روماني عشان اسم الشخص موجود عندي، يور سينسيرلي عشان في اسم موجود، مستر خالد صابر ذا مانجر الاسم وظيفه وهكذا. بعد الليتر رايتنج نشوف ايه بقى معانا ترجمه. عندي هنا هنترجم انتو عربيك، يعني ترجمه للعربي. يعني ايه يا مستر؟ الجمل اللي جايه عندنا 3 sentences هنترجمه من انجليزي الى عربي اجباري. How often do trains travel from Bourside to Alex daily؟ How often do trains travel from Bourside to Alex daily؟ شوف كده مع بعض كم مرة تسافر القطارات من بورسعيد إلى الإسكندرية يوميا؟ واحد يقول لي ممكن أقول مستر مرة، كم مرة يوميا تسافر القطارات من بورسعيد إلى القاهرة؟ الترجمة بتاعتي ركز معايا شوية، أنت وهو كده ركز معايا، الترجمة بتاعتي براحتك خالص ترجم الصيغة اللي تناسبك. اكتب الجملة بتاعتك من إنجليزي العربي اقرأها، أنت قبلت الترجمة دي يبقى دي خلاص إمكانياتك شكرا. حسيت ان الصيغه مش عاجباك جرب نفس الكلام نفس المعنى بصيغه تانية، تاني جرب الكلام بنفس المعنى بصيغه تانية، ولكن انا عايز نفس المعنى مش عايز اروح بعيد، مش عايز اروح بعيد. واضح؟ دي حاجه. الحاجه التانية ما نستعجلش، نقرا جملتنا براحتنا خالص وما نستعجلش، اشوف الزمن بتاعها اشوف سؤال ولا جمله وهكذا. هنا اصبح سؤال خلاص يبقى انا ببدا بكلمه استفهام بتاعتي مفيش اي مشكله خالص. اوكي sentence number 2 الجملة الثانية listening to music diving and reading are my favorite hobbies. نشوف الاستماع الى الموسيقى listening to music والغوص diving and reading والقراءة are my favorite hobbies هواياتي المفضلة. واحد يقول لي مستر يعني ممكن اقول هواياتي المفضلة هي الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة؟ صح شكرا. يعني أجيبها بالشكل ده ولا بشكل ما احنا قلنا احنا مش عايزين نبعد عن نفس الايه المعنى. هواياتي المفضلة هي الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة، أو الغوص
الاستماع إلى الموسيقى والغوص والقراءة هواياتي المفضلة. ما فيش أي مشاكل خالص هنا. أوكي؟ ها؟ قمنا اللي بعد كده. My cousin is an accountant in a factory in Cairo. My cousin is an accountant in a factory in Cairo. ناخد بالنا من الجملة كده. ابن عمي محاسب في مصنع في القاهرة. ابن عمي محاسب في مصنع في القاهرة. يبقى يعمل ابن عمي محاسب. طبعا يعني ممكن اقولها مثلا مستر يعمل ابن عمي محاسب في مصنع في القاهرة. صح. اوكي. يعمل ابن عمي محاسب في مصنع في القاهرة. صح. مفيش اي مشكلة خالص. اوكي. بعد كده ها translate into English one sentence. جملة واحدة فقط من الاثنين. مكاتب الشركة في الطابق الارضي. مكاتب الشركة في الطابق الارضي. اوكي. ها the company offices are on the ground floor. أو the offices of the company are on the ground floor. Okay. طيب آخر جملة عندنا بقى هنا. يجب أن تحصل على معلومات من الشركة اليوم. يجب أن تحصل. قلت إيه؟ You should. You should get information from the company today. طب لو قال لي يجب أن تحصل على معلومات للشركة اليوم. للمنوط من. مش من بقى. لا للشركة. فمعنى كده كلمة from هتصبح to. كلمة from هتصبح ايه؟ to. اوكي؟ كده احنا وصلنا لآخر حاجة عندنا في الامتحان والمراجعة بتاعتنا النهاردة. يبقى الامتحان مع حضرتك انت هو عبارة عن انت وهو وهي عبارة عن سبع كلمات. سوري. الامتحان عندنا سبع أسئلة. السؤال الأول زي ما شفنا اختيار من متعدد. السؤال الثاني محادثة. السؤال الثالث comprehension reading. السؤال الرابع في الان تكملة ست جمل بسبع كلمات موجودين معنا. السؤال الخامس write a paragraph موضوعين وهنكتب في واحد منهم. السؤال السادس write ممكن يجي لك ميمو table facts letter اي حاجة منهم هتجي لك مش مشكلة. احنا اتدربنا عليهم وكلمنا فيهم بما فيهم الكفاية. السؤال السابع ترجمة. عندنا ثلاثة English هنترجم العربي translate into English into Arabic و two English هنترجم منهم واحدة فقط لا غير. المطلوب الراحة. المطلوب الهدوء. التوازن ما بين نظم وقتك ونظم حاجتك قبل وانت بتذاكر. ركز جدا جدا وانت في الامتحان. اقرأ على ميلة خالص. الوقت بتاعك موجود ومتواجد. تمام. وبكده نكون قد انتهينا من حلقة اليوم بمراجعة اللغة الانجليزية للصف الاول من التعليم التجاري والفندقي للترم الاول. ونراكم على خير وموفقين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.